معي للحديث عن تراثنا الشعبي بين الحماية والنسيان الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة التقييم باليونسكو. الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات الشعبية في المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، هي عضو لجنة الفنون الشعبية والتراث بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو المنظمة الدولية للفن الشعبي. مثلت الدكتورة نهلة إمام مصر في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو عام 2003، واختيرت مؤخراً بأغلبية الأصوات ممثلاً عن مصر والمجموعة العربية عضواً بلجنة التقييم باليونسكو. رأست الدكتورة نهلة إمام الوفد المصري في اجتماعات اللجنة الدولية الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، وشاركت في إعداد ملف النخلة التقاليد والمعارف والممارسات الذي أدرج على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في بوغوتا عام 2019، ومن مؤلفاتها الفلكلور وقدس الأقداس، سيناء أرض الخيرات، والحج أمس واليوم، الحماية القانونية للتراث، والثقافة الشعبية الأنا في مواجهة الآخر، حكايات عن الحريم العالي، وعادات وتقاليد الزواج لدى بدو سيناء، ألعاب البنات، والمأثورات الشعبية.